الآن إذا عديت هلا إحنا قررنا نستعمل discount rate 8%. هلا طبعاً اللي ببني spreadsheet بشكل صحيح شو بعمل؟ بحط value هون وبضل يرجع له. ليش؟ عشان إذا أنت قررت والله أنا مشروع أنا هذه 8% مش منطقية أو أنا متفائل جداً بال8%، لا راح أحطها 6%. شو بتعمل؟ بتغير هون 6%. شو بتغير معك؟ كل شيء أوتوماتيكياً بيطلع معك الرقم الجديد. هدول اسمهم سيناريوز، بصير أنا أعمل سيناريوز مختلفة. الير زير كوست، يير زيرو كوست 65 مليون، 65 مليون ل 25 تيرباين بيطلع تقريبا قديش بيطلع التيرباين؟ 2.3 بالعشرة، شوف لي بالله 2.3 بالعشرة مليون يورو لكل تيرباين. التيرباين هذا 2 ميجا وات، 2.6 200 2.6. اوكي انيوال انكم، هلا راح اترك انا الانيوال انكم من هون، ما مش مفروض اني احط الانيوال انكم لانه انا بدي اعمل LCOE. بس ايش بهمني؟ الـ OM Operating and Maintenance Costs مليون، وانا حاطه نيجاتيف هون. لاحظوا انا حاطط هذا نيجاتيف، بدك تخسره، حاطط هذا نيجاتيف يعني كانه هذه تكلفه واللي راح يجيني بكون بوزيتيف. اوكي عشان يطرحوا للبعض، فهذه تكلفه نيجاتيف، هاي تكلفه نيجاتيف. اذا انا الاشياء الواضحه عندي، ما فيش هون فيريبل وفيكست كوست، ما فيش التفاصيل كثيره هاي. احنا معتبرين انه كل تيرباين بده 40,000 صيانه، 25 تيرباين بدي مليون يورو صيانة بالسنة للمشروع. العمر الافتراضي للمشروع 20، وطبعا بده يكون العمر الافتراضي كمان للعقد. اوكي بنفعش اقول العمر الافتراضي للمشروع 20 وانا مش راح يوقع معي غير 10 سنين، تمام؟ بدي افترض ان راح اقدر اوقع 20 سنة وراح اخذ 20 سنة، والعمر الافتراضي للقطع للتيرباين، طبعا في قطع غيار بس بشكل عام الجزء الرئيسي من التيرباين بده يكون عمره الافتراضي 20. 8% ديسكاونت ريت. هلا راح نبدا نحط هدول هون. هلا شوفوا فكره الديسكاونت ريت بده ينحط في كولوم عشان اعرف قديش. هلا يير زيرو قديش الديسكاونت فاكتور تبعها؟ واحد. لانه اذا رجعنا للفورمولا اللي شفناها قبل شوي، الديسكاونت فاكتور لسنه معينه بده يساوي 1/1 R للقوه ام، مضبوط؟ R بالحالة هاي قديش؟ زيرو. لا R مش N، R 0.08 مش هيك؟ وهون عندي عدد السنين. فلما تكون N 0 هاي بتصير 1/1 تعطيني 1. شو يعني؟ ايش معناها فيزيكلي؟ معناها انا المصاري اللي بدي ادفعهم كابيتال كوست رح يكلفوني 65 مليون، ما رح يكون في عليهم ديسكاونت، بدي احطهم في 0، فبدي اجيب كاش. هلا يا بجيب الكاش انا معي، يا بروح بقترض وبجيب تكلفة قديش هذا الاقتراض حسب الهاي، بس انا بدي 65 مليون في اسعار اليوم. اذا كل شيء راح نرجعه لاسعار اليوم باني اضربه بالديسكاونت فاكتور، هذا هون 1/1.08. فالاشياء اللي بدي ادفعها السنة الجاية قيمتها اليوم 92.5% من قيمتها بعد سنة، هاي 1/1.08 تربيع تكعيب كذا كذا. شوفوا الاشياء اللي بالسنه 20 قديش تكلفتها، قليله جدا. يعني اذا بنطلع على الشيء اللي راح ادفعه في السنه 20 والسنه 21 198 20% من قيمته، 19% من قيمته. الديكوميشنينج هذا اللي بدي ادفعه بعد 20 سنه تكلفته اليوم 20% من تكلفته بعد 20 سنه او قيمته البريزنت فاليو تبعته. اوكي فهي هذول الاشياء. انا عندي هي التكلفه السنويه اللي راح ادفعها للصيانه والمينتننس، راح افترض انها حتضلها ثابته. انا هون طبعا افترضت انها ظلها ثابته وما زادت، هو في الواقع يمكن يزيد علي الصيانه والتكلفه. ولو بدي اكون دقيق يمكن لازم اشوف انه قديش هاي راح تزيد، ولا راح اخذ شيء ثابت على مدى المشروع، راح اوقع عقد مثلا ثابت مع شركه الصيانه، مثلا عقد صيانه ثابت. هي صار عندي هي الديسكاونت فاكتور، هي التكلفه، هي التكلفه اللي هي هذول التوتال. اذا في عندي الاوبريشنال مينتننس كوست، شوفوا شو راح اعمل، راح اجمعهم الان. هاي عندي تكلفه الكابيتال كوست يير زيرو، هاي عندي الاو ان ام كوست، وهي الديكوميشنينج. هلا اول شيء قبل ما اعملهم ديسكاونتينج راح اجمعهم. بالسنه هاي راح ادفع 65 مليون 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 مليون، وفي اخر السنه راح ادفع 3 مليون. هذول بايش لازم اضربهم حتى احولهم لاسعار اليوم؟ ديسكاونت فاكتور. اعطاني ام بي في، ام بي في اختصار ل نت بريزنت فاليو. اللي هو المصاري اللي لازم تكون معك
بهذا الوقت عشان تدفع بهذاك الوقت. تمام بالضبط 100%. يعني كأن هالمصاري لازم تكون معي اليوم عشان إذا استثمرتها يكون معي بهذيك السنة مليون أدفع. تمام؟ فروحت استثمرتها في البنك أو عملت فيها شيء. هذه هي. وبعدين هلا بنضربهم بالام في في. هلا إذا بدي أرجعهم لأسعار اليوم بجمع هذول كلهم اللي هم الفاليو تبع المشروع أو التكلفة تبعت المشروع كاملة. كاملة. كل هاي بأسعار اليوم. فهاي نت، ولذلك سميناها نت بريزنت فاليو. في يير زيرو هذه قيمة المشروع كامل. هذول مساهمتهم ضعيفة. مين مساهمتهم كبيرة؟ أول شيء. لذلك 65 مليون من ال 75 مليون اليوم دفعتهم أنا. وهذوك النت، فهاي طلعت النت بريزنت فاليو تبعت تكلفة المشروع ل 20 سنة 75 مليون و تمام بأسعار اليوم. بأسعار اليوم 75 مليون. إذا هاي صارت عندي الهاي، ولاحظوا شغلنا بدي كوميشنين. إذا في أشياء تانية أنت فكرت فيها في مشروعك وحسيت أنها مهمة بتضيفها. عندك أجرة أرض مثلا، افرض أنت الأرض مثلا لازم تستأجرهم. عندك مثلا موظفين تانيين، مثلا في موظفين مثلا بتغيروا مثلا من سنة، كله هذا تاخذه بعين الاعتبار وبتحطه في هذول وبتعمله ديسكاونتنج حسب السنة اللي موجودة. ولاحظوا هي هون اللي حكينا عنه، لو أنا بعدين حسيت إنه والله 8% مش منطقية فباجي بعمل الآن أحط 6% تغير. اوكي اوتوماتيكي كله تغير. ما بروح بحط 6% هون و6% هون و6% هون بعدين بصير ارجع افتش على كل مكان اغير 6%. يعني هذا بيسك انتوا اكيد فاهمينها. بحط انا كونستنت، حتى مرات بقدر اسمي هذا الكونستنت واعطيه اسم بالاكسل. بقدر هاي السل اسميها قيمه، اسميها اسم، اعطيها اسم واصير ارجع لهذا الاسم. بس احنا هلا بنعمل ريفرنسينج لهاي السل بالابسولوت فاليو. ابسولوت فاليو في اندكس اذا كنتم تعرفوا بالاكسل. انا هون لما بنسخ هذول كلهم بضلهم راجعين لهذا الفاليو. تمام واضحين؟ مهندس الله مش كان احنا اللايف تايم تاعه 20 20 ليش 21؟ ما هو خلص بالسنه ال 20 21 بدي اشيله الدي كوميشن خلص بطل يشتغل. هو السنه ال 21 بدي اجي افكه واظبط الارض واشيل الاشياء، واذا في اشياء اظبطها وهيك. تمام. ويمكن يكون اذا في اشياء بعتها تعطيني دخل مثلا احطه سكراب مثلا، هذا ما بعرف، ممكن ما يكون مالوش قيمه اصلا هو بعد 20 سنه كقطع. يكون يعني تخيل التكنولوجيا اللي ركبتها اليوم شو راح تكون التكنولوجيا الموجوده بعد 20 سنه؟ تكون تطورت التكنولوجيا بشكل كبير، يمكن تكون هاي التكنولوجيا اصلا ما لها قيمه، يعني بنباع معدن بس. اوكي فيمكن حتى ما تستاهلش انك تحط، تعتبر انه في له قيمه رح ترجع لك. يكون شغلك اكثر تنظيف وترتيب السايت، و إذا في أشياء بدك تزيلها يمكن يطلب منك تعيد زراعة السايت، ترتبها، تعملها إعادة تأهيل. تمام؟ إذا هي هذه هون عندي جاهزة. قديش تكلفة قديش كمية الإنتاج اللي راح تصير عندي؟ كمية الإنتاج إذا متذكرين خلينا نشوف قديش كانت عندي. أنيوال إنتاج وين كتبناها؟ تاني الإستيميتد إنرجي بي 5 في استيميتد انرجي. وين الاستيميتد انرجي؟ ليش مش كاتبينها؟ طلعت ماما اللي هي طيب قديش كانت؟ والله اعطوني اياها. 9.5 جيجا وات اور بير يير. اذا الاستيميتد انرجي بير يير كانت 109 جيجا وات، مش هيك؟ اور 109.5 كانت؟ 109.5 جيجا وات اور بير يير. هلا هون في تو ابروتشز ايش بعمل بالانرجي، وهي نقطه ركزوا عليها. في تعريفين للام بي في للال سي او اي. الكل متفق في الال سي او اي انه بعمل ديسكاونتنج للمصاري. تمام. هلا في ابروتش بالنسبه لكميه الطاقه، في ناس كمان بيعمل ديسكاونتنج لكميه الطاقه، يعني بيعتبر انه الانرجي اللي بدي اولدها بعد 10 سنين كانها مش نفس كميه الانرجي اليوم، بيعمل عليها ديسكاونت. وفي ناس لا، ما بيعملش ديسكاونتنج على الانرجي، باخذها زي ما هي. ناخذ الابروتش الاول، نجمع هذول. فاذا هذول على 20 سنه ايش راح اعمل؟ راح اضربهم ب 20 سنه، مش هيك؟ فبصير عندي توتال استيميتد انرجي، اضربوا لي هذا الرقم ب 20. 2190 جيجا وات اور. هاي توتال انرجي نون ديسكاونتد، هاي ما عملنا عليها ديسكاونت للانرجي. راح تستغرب انه انرجي ما عمل عليها ديسكاونتنج. هذا احد تعريفات ال سي او اي. بس احنا راح ناخذ التعريف ال سي او اي اللي ما بعمل ديسكاونتنج عليها. شو بعمل الان حتى اطلع تكلفه الكيلو وات اور؟ اضرب ب قديش؟ قد
قديش كلفني هدول؟ مش هدول رح أولدهم على 20 سنة؟ اه قديش كلفوني بمصاري؟ 77 مليون و مش هيك؟ 7.7 خلينا أرجع هاي ل 8% فصار عندي 75 مليون و4 بالعشرة مش هيك؟ فصار عندي الآن LCOE على اللايف تايم للمشروع، يعني إذا بدك تحطه هون هي 20 سنة بيساوي بدي اخذ مجموع الكوست، بس طبعا مجموع الكوست هذا ديسكاونتد مش هيك، على 1 زائد r للقوه n، n بتساوي 0 ل 20. هذه كاني عملت عليه ديسكاونتنج. فاهمين هاي النقطه شو هي؟ سيجما ايش معنى سيجما؟ مجموع، مجموع بس كل واحد في هذيك السنه، يعني هاي في السنه i اي اي هاي كانه هون لان عمر المشروع، كانه كل وحده باخذ الكوست لهذيك السنه بقسمها بعملها ديسكاونتنج مش هيك؟ او اللي هو هذا الرقم مقسوم على ايش لازم اقسمه؟ احنا ايش وحده ال سي او اي لازم تكون اليونت تبعتها؟ بدي مصاري على كيلووات اور او ميجا وات اور او ميجا وات اور. اذا بدي اخذ هون مجموع الانرجي سم، سم اوف انرجي اللي انا مجموع الكوست نت بريزنت فاليو 7.54 مليون مليون يورو. مجموع الطاقه اللي ولدتها اكثر من 70 مليون 2000 75 مليون مش 7.5 مليون 75. وهون عندي 2.19 جيجا وات اور بيطلع 0.03 كيلو وات، بس 0.03 يورو سنت يورو على كيلو وات اور، مش كيلو وات اور. تاكدوا من الرقم هذا عشان مليون ومليون بتروح الجيجا وال تمام ممتاز. هيو هيو 3 يورو سنت 3.4 يورو سنت. قديش هذا بعد الثلاثة؟ شو في عندك بعد الثلاثة؟ 4.29 طبعا هذا يورو، إذا بدنا نحوله ليورو سنت عارفين شو يعني يورو سنت؟ ستة. فبنضرب في 100 فبتصير هذه 3.4 بالعشرة يورو سنت، يورو سنت بير كيلو وات اور، كيلو وات اور مش كيلو وات بير اور، كيلو وات اور هاي وحدة طاقة. فكل كيلو وات عم بكلفني 3.5. هسا بدون بنحط ديسكاونت على الباور صح؟ ما عملناش ديسكاونت على الباور صحيح. لو بدي ابيع بقديش ببيع؟ قديش انت بتتوقع انك لازم تبيع الان؟ انت ما ربحت ولا شيء الان، سعر اعلى. وفي عندك ريسكس كمان، في اشياء ريسكس ممكن تصير عندي ريسكس، ممكن هذا ال 25% يوتلايزيشن ما يتحققش. شو بيصير فيك لو ما ظبطش ال 25%؟ واضح شو ال 25% حكينا؟ اللي هو كميه الطاقه اللي انا بدي اولدها فعليا من الكاباسيتي فاكتور. تمام 25% ما ظبطت، بركي الديسكاونت ريت كان اقل من هيك مثلا. اوكي فكله هذا راح يختلف الاشياء. قديش لو انت بدك تبيع قديش بتبيع؟ شناور قديش بتحط رقم هون؟ لو انت بدك تروح توقع العقد الان قديش تتوقع؟ أربعة قليل. نعم اليوم ولا كامل؟ لا هاي هاي قديش انت راح تقول له انا بدي هلا على سعر الوحده؟ قديش راح تطلب على سعر الوحده؟ 8 عالي يمكن. ليش ليش الخطوره انك تحط رقم عالي؟ ما بيوفر معك. اوكي روح عليك المشروع. اوكي كانوا بضرب 15 و20%. انا يمكن بقول 5.5 6، ولذلك كان 6 عندنا مش هيك الرقم اللي انتم ذكرتوه؟ 6 او شيء زي هيك. هاي البي في انا ما تتوقع انت راح تربح كله من 3.4 بالعشرة ل 6، راح يصير في عندك مشاكل كثير، راح يصير في عندك اكثر من مشكله، راح يصير عندك ممكن يصير عندك مشكله مثلا في العقد، يمكن يصير في عندك خراب في 3-4 من هدول، يمكن تيجي هجرة طيور مهاجرة خلال هذه السنة من السنين ويجبرك انك تسكر التربان، وبعدين تبدا تتجادل مع الحكومة اللي موجودة انه انا هذا مش ذنبي انه اجت الطيور وانتم لازم هلا تعوضوني، ويقول لك لازم انت تكون عامل حساب الطيور المهاجرة وهذا. واضح تمام؟ شايفين المشاكل؟ المشاكل الامور مش بهالبساطة، انا بضرب الرقم هذا وبعدين بحسب قديش انا بربح. تمام؟ واضحة النقطة هاي؟ ايش سؤالك بدك تسأل؟ كنت